السلام عليكم يا كيجي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله الظروف دي تعدي على خير ونشوف الترم التاني في احسن حال. النهارده هنكمل مراجعه باقي الحروف. النهارده هنراجع حرف جيم وتاء را سين. هناخد السؤال الاول في المراجعه يا كيجي. اكتب الحرف الدال على الصوره. عندنا الأول يا كيجي صورة إيه دي؟ صورة جمل. برافو يا كيجي. ج ج جمل. حرف إيه؟ الصوت الأول اللي أنا بقوله إيه؟ ج ج ج جيم فتحة. برافو يا كيجي، برافو، شاطرين. عندنا الصورة الثانية صورة إيه؟ تمساح. ت ت ت تمساح. يلا الصوت الأول إيه يا كيجي اللي أنا بقوله؟ ت تاء كسرة. برافو يا كيجي، شاطرين. عندنا الصورة الثالثة صورة ايه يا كيجي؟ مين اللي عارفها؟ صورة، برافو يا كيجي، رمان. رمان. ايه الحرف اللي انا بقوله؟ ايه الصوت الاول؟ راء ضمة. برافو يا كيجي، شاطرين. اختر الصورة الدالة على الحرف. حرف ايه ده يا كيجي؟ برافو، حاء ضمة. طيب يا كيجي يلا نشوف الصورتين كده اللي تحت الحرف، حوت وبنت. فين الكلمة يا كيجي اللي بتبدأ بحاء ضمة؟ حو حو حوت. برافو يا كيجي معانا، شاطرين. شوف الصورة اللي بعدها، حرف ايه ده؟ راء كسرة. برافو. ايه الكلمة اللي بتبدأ براء كسرة؟ صورة ايه الصورة الأولى دي؟ أرنب. والصورة الثانية ريشة. طب احنا معانا حرف ايه؟ راء كسرة. ري ري ريشة. برافو يا كيجي معانا، شاطرين. عندنا الحرف الثالث يا كيجي، حرف ايه ده؟ مين اللي عارفه؟ برافو، تاء فتحة. طيب يلا نشوف الصورتين كده اللي تحت التاء، تمر، قنفذ. يلا نشوف حرف التاء فتحة. ايه الكلمة اللي بتبدأ يا كيجي بتاء فتحة؟ برافو يا كيجي، تمر. ت ت تمر. برافو يا كيجي وان. عندنا حرف ايه ده؟ مين اللي يعرف الحرف ده؟ برافو يا كيجي، سين ضمة. ايه الكلمة اللي بتبدأ بسين ضمة؟ عندنا الصورة الأولى ايه؟ توت. الصورة الثانية ايه؟ سلحفاة. ايه اللي بيبدأ بصوت سين ضمة؟ سلحفاة. برافو يا كيجي، شاطرين. نشوف السؤال اللي بعده يا كيجي، ضع دائرة حول حرف الحاء في الكلمة. حرف ايه ده يا كيجي؟ برافو، حاء. يلا نشوف اول كلمة معانا ايه؟ حمل. حمل. الحاء فين يا كيجي؟ في الاول. برافو يا كيجي وان. الكلمة اللي بعدها بلح. بلح. حرف ايه الاخير ده؟ حاء. حاء. يبقى الحاء بتنطق فين؟ في الاخر يا كيجي، برافو. الكلمة اللي بعدها بحر. الحاء فين يا كيجي؟ برافو، في نص الكلمة. واتفقنا يا كيجي ان الحاء في نص الكلمة بيبقى ليها ايه؟ دراعين، مادة دراع هنا ودراع هنا. برافو يا كيجي وان. ايه الحرف التاني اللي بعد ده يا كيجي؟ مين اللي عارفه؟ حرف الراء. برافو يا كيجي. راء، عايزين نشوف راء فانهي مكان في الكلمة. أول كلمة معانا سورة كلمة ايه؟ رمان. الراء فين يا كيجي؟ برافو، في أول الكلمة. تاني كلمة يا كيجي معانا برج. برج. الراء فين؟ برافو، وسط الكلمة. والراء في وسط الكلمة بيبقى ليها ايه؟ دراع واحد بس، لأن الراء يا كيجي من الحروف العضادة، ليها دراع واحد بس، مفيش حاجة بتمسك فيها في الآخر. تالت كلمة يا كيجي معانا كلمة بئر. بئر. الراء جت فين؟ آخر الكلمة. برافو يا كيجي وان، شاطرين. بعد كده يا كيجي معانا حرف التاء. برافو يا كيجي وان. حرف ايه ده؟ تاء. يلا نشوف مكان التاء فين في الكلمة. أول كلمة معانا كلمة ايه؟ تمر. تمر. التاء فين؟ في أول الكلمة. برافو يا كيجي وان. تاني كلمة معانا كلمة ايه؟ بنت. بنت. التاء فين يا كيجي؟ آخر الكلمة. برافو يا كيجي وان. تالت كلمة معانا كلمة ايه؟ ختم. ختم. التاء موجودة فين يا كيجي؟ وسط الكلمة. التاء بيبقى ليها كام دراع في وسط الكلمة؟ دراعين. برافو يا كيجي وان، شاطرين. عندنا الحرف ده، مين اللي عارف الحرف ده يا كيجي وان؟
برافو، حرف السين، برافو. أول كلمة معانا كلمة إيه؟ سحب. سحب، السين فين يا كيجي؟ في أول الكلمة، برافو يا كيجوان. تاني كلمة معانا إيه؟ فرس، السين فين يا كيجوان؟ في آخر الكلمة، برافو يا كيجوان. تالت كلمة معانا كلمة إيه؟ جسر، السين فين؟ وسط الكلمة، بيبقى ليها كام دراع؟ دراعين، برافو يا كيجوان. وكده يا كيجي نكون خلصنا مراجعة الحروف، وإن شاء الله نشوفكم على خير الترم التاني. باي.